هدفنا ان احنا نطور نموذج هو اسمه ليتر بي. النموذج ده موجود في كذا بلد بيتطبق وبيتم بيه اناره الشوارع. النهارده عندنا المشروع ده في مصر بننور بيه قرى الصعيد الفقيره. والله كنت مقيم المشاريع بناء على ناحية الميكانيكية وحاسة الموضوع كذا كذا عنصر من ناحية الميكانيكية. واحدة منهم عنصر الاستقرار بتاعها من العمود النور مثلا ميجي يرحب العمود يبعاش ما يتقطمش يقدر يستحمل العوامل الجوية. جزء منها سهولة التركيب، جزء منها سهولة الصيانة، جزء منها كمان برضو الشكل بتاعها. في الاخر درجات كلها تتجمع وفي الاخر بيبقى في درجة نهائية لكل مكان. بالمركز اللي هو التاني اللي هما الاثنين اللي كسبوا معانا. حد حاسس بحاجه؟ الموت وفي سقفك. طب اي حاجه. اول حرف من اسمهم سمارت سولر. المركز برضه تاني معانا اللي هو نفس المركز اللي داخلين فايت كبيره قوي، فايت فور لايت. المركز الاول اللي واخد الجائزه الكبيره اللي هياخد كل حاجه. الجائزه عباره عن 50000 جنيه سيد فاند مقدمه من شركه بيبسيكو، و 40000 جنيه مقدمه من مؤسسه مصر الخير انكيوبيشن سيرفيسز. ايفر جرين. التيم اللي كسب بالهاكاثون احنا بنحمد ربنا يعني على ان كفينا باننا كسبنا ووصلنا للمرحله دي. تعبنا كتير وسهرنا كتير في الفتره اللي فاتت عشان خاطر ندليفر حاجه تبقى كوست افيشنت وفي نفس الوقت تؤدي الغرض اللي هي معموله علشانه. والحمد لله قدرنا نوصل لبروتوتايب في الاخر. هو طبعا مش افضل حاجه، هنشتغل عليه بعد كده عشان نحسنه، بس المرحله اللي احنا وصلنا لها دي كويسه جدا واحنا راضيين عنها. والحمد لله بنشكر كل السبونسر بتوع الهاكاثون، بيبسيكو مصر الخير وشنايدر. وشكرا لكم.